تحياتي لكم أصدقائي الأعزاء، ورمضان كريم علينا وعليكم. بعد انقطاع كتير كبير الصراحة ما حبيت فوت عليكم هي اللعبة، اللعبة اللي عم منتظرها بفارغ الصبر. سبق ولعبت الأجزاء الماضية من لعبة Resident Evil مثل Resident Evil 3 و Resident Evil Village، فيكم تشوفون هن موجودين بقوائم القناة. لعبتنا المنتظرة وهي اللعبة هالسنة، أنا بعتبرها سنة 2023 ريميك 4، اللي كانت بالبداية عبارة عن شائعات، لكن بعد ما تأكد الخبر أنا كنت كتير جدا جدا متحمس للموضوع. إن شاء الله رح حاول أختمها قدر الإمكان. لا تنسوا أصدقائي دعمكم كتير مهم. قبل ما نبلش اللعبة بتمنى منكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبلش اللعبة. اوكي، الحلو اللي عودتنا فيه شركه كابكون انه يكون القوائم مترجمه للغه العربيه، بالاضافه الى انه القصه بشكل كامل مترجمه للغه العربيه، وهذا الشيء حلو بصراحه. هذا جدا جدا امر ممتع، وبيخلي اللاعبين العرب واللي ما عندهم فكره عن اللغه الانجليزيه او اللغات الثانيه ينغمسوا بلعبه كتير كتير مفضله بالنسبه لنا. طبعا خلينا نبلش باللعبة من أول وجديد، نشوف القصة وقديش هي فيها ريميك مشابه للأورجينال. خلينا نشوف. طبعا أنا آخر جزء لعبته هو فيلج. طقوس السحر الأسود. يا فتاح يا عليم. تقديم الأضاحي. يا إلهي يا إلهي. أوه، ما في عنده رحمة، ما في رحمة يا جماعة. عم يمزح، وأكيد عم يمزح، مجرد لعبة يا جماعة. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training. Punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. صراحة أكثر شيء كان مخيب للآمال الأجزاء، المسلسلات والأفلام اللي اقتبسوا منها لعبة Resident Evil، كانت مخيبة للآمال بشكل كتير كبير. ما بعرف إذا بتتفقوا معي بهالموضوع، تابعتهم لكن ما كان أنا هذا الشيء اللي بدي إياه. Why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. أجهز حالي ممكن يفاجئوني يعني. And it's been that way for a while now. Okay. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Police. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. هاي الشرطة الإيطالية.
اوكي ضروري توقف هون. كيف فريو te has bebido el bar entero. اه اسبانيا. You smoke? في شي رح يصير؟ خلينا مستعدين يا جماعة. والله برأيي أنا حيكون أول ضحية هو يعني أكيد. أنا ممكن هون ينقطع نسلي يعني مو بس أني يا إلهي طقوس كأني كان جنبه جسة. إيش هالغباء هذا؟ He sure is taking his time. لوين راح؟ طيب. Maybe you better go and take a look. هلا بيكون شنقو. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. يلا نستكشف المحل. اوكي يا حبيبي اوكي لازم نعرف ليش استغرق كل هالقد وقت حضرة الشرطي. المفروض نحن نستكشف المحل. في صوت يا جماعة ما في معي سلاح أنا. طيب أروح يمين ولا يسار ولا عادي؟ How far could he have gone? صوت محيط يعني ما بعرف حدد من اي اتجاه عم بيطلع الصوت بالضبط. يا سلام. طب شو اخذوا شو هالجوله اللي شو هاد يا امة الله. اوكي هذا غزال لسه ما شفت البشر انا. يا ساتر انحناء بالايه الله يسامحكم. من يوم يوم الانحناء بيكون بالليفت كنترول. ممكن اعدل الاعدادات مش عارف والله لكن ما معي وقت. اوكي ايش هذا هون كمان صوت الحشرات يا جماعة صوت مزعج. تفاصيل يا جماعة فظيعة. بحاول قدر الإمكان أطلع على تفاصيل اللعبة وأي شيء موجود باللعبة لحتى ما أروح عليكم المتعة طبعا. ممكن يكون شوي الموضوع طويل لكن طب الباب محطوط عليه إكس مفروض ما ندخل. أوكي والله بالجماعة في قوة لو كان كلنا يعني كل النازلين مع بعضهم كان أحسن. Anyone home? هداك شو أخذوا لحاله؟ يا ساتر. إيش هاد؟ أوكي. تميمة العقاب مقبل. الله طيب ما في هون شيء. شوفوا يا جماعة في
خشب مكسور اكيد في إلنا بالموضوع. طيب بطاطا، الله يستر. ايش هالبيت؟ بيت مشعوذ هذا. مفتاح. طب هلا كنا عم نفتش جوا. طب انا هلا ما معي شيء. طيب عوده. هلا هذا الباب فيه شيء هون؟ اوكي، بجوز يكون المفتاح موجود هون. يا سلام. يا عفو الله، شو هاد؟ Sorry to barge in like this. يا أستاذ. بوسكو أوم بوليسيا. شكله بده يضحي فيني. لا الشرطي راح فيها اكيد. انت متأكد؟ اوس اوس اوس. مات؟ والله اللي عم بيصير الشي فظيع. This is not good. خليني اوس عليه. ليش؟ شو هي وجهة نظرك؟ اوكي. طيب انا متوقع يرجع يعيش مرة ثانية. اوكي ما فيه شيء. شو؟ والله تستاهل اللي حصل فيك. حتى تعرف تبعد يو عن اهلك مرة ثانية. وات ذا ف ايش هذا؟ والله مش عارف، الناس عندها أذواق بالأكل. لازم أرجع بالمفتاح. طيب يا إلهي كمية المصايد هون. أوكي شكلها هي غرفة التعذيب. استخدم. طيب خلينا نكون حريصين، نرفع درجة التأهب يا جماعة. ما ينزل شي فوق راسي. اوكي هاي التعاويذ كلها لايش؟ ما هو الواحد لازم يحط تعاويذ من هالتعاويذ اللي حاطينها. يا إلهي تخرب بيتك. ايش هذا هون؟ اوكي بسم الله يا الهي. والله لو نرجع لمدينة راكون بيكون احسن. ايش بدنا بالغابة؟ هاي يا عفو الله، كل هاد عمل فيه الفار. I read you. What's your situation? The hell's going on? يا إلهي يجب الهروب من الكوخس. طيب راح نهرب. يا ساتر. اوكي ها
What was that? يا إلهي. يا عفو الله. This just keeps getting worse. راح الرصاص كله. يا شباب أنا ما ضل معي رصاص. يا سلام. يعني هون عندنا ما في رصاص ما هيك؟ يا سلام. اوكي. استعد. استعد. يا عفو الله. أنا معي رصاصة وحدة بس يا جماعة. هلا هي ايش هي هون؟ ما فيني اهرب لفوق مثلا؟ أو دور على رصاص. اوكي هذا عشب. طب لو كان في بس سنيتي. طيب حسنت اطلع من الكوخ. مش عارف اذا كان هذا خيار صح انيتي اطلع لفوق، لكن انا الصوت كنت عم بسمعه تحت. ما في مجال، يعني معي رصاصه واحده بس. هي اللي خطفوها. روس. This is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. يا عفو الله. Gotta go. Talk later. يا اهلا. ثلاث اشخاص. Myself out. شو عم بصير معهم هدول؟ لا يا ريت زومبي، يعني كنا خلصنا منهم. طول بالك. والله كان انا بودي ارجع على البيت هذا. شكرا على حسن الضيافة يا جماعة. اوكي هلا الدم تحسهم شاطفين القرية بالأدمية. ايش وضعك انت؟ لا غراب وقع فعلا يعني. ان شاء الله يكون هون في رصاص. اوكي ما دام في ذخيرة مسدس معناته في التحام مع الوحوش رح يكون قريب ان شاء الله. طيب خلينا نعمل سيف. اوكي هي اول سيف لنا باللعبة. يا ساتر. اوكي بارود، لكن بدنا الكمال حتى نحسن نسوي رصاص على الاغلب.
المستودع عنا رح يتملى ان شاء الله. مش عارف اذا كنت رح اجازف التحم بالسلاح الابيض مع العدو ولا استخدم المسدس. مش عارف كمية الرصاص اذا رح تتوفر ولا لا بشكل كتير كبير. مش عارف يا جماعة اعطونا رأيكم. عم بسمع صوت من هالاتجاه انا. طيب حلو طب هو من حني الصوت جاي من فوق خرب بيتكم على هالصوات un forastero seguidle cuidado puedo caminar oh كم واحد اثنين Fuck man. ايش هاد يا الله. وانا كنت مفكر من اول ضربة بموتوا. جامني راسي جام. لا على فكرة يعني هي لو ما انا لعبة لكان بهالضربة اللي ضربني اياها بالفأس. بتوقع كان طار راسي. ايش تتحرك يا ابني. اوكي الرصاص لابد منه يعني استخدامه مش عارف هو لو يمكن لو انا قتلته من اول مرة كان لازم خلص عليه خدوها قاعدة يا جماعة الميت ما بتعتبروه ميت الا حتى تتأكدوا اني فعلا قتل وانت اوكي لازم اخذ حذري طيب اي وفرنا عليك رصاص اوكي تأكدنا ميت وميت قنبلة ضوئية حلو قرية اوكي هلا هي النباتات بشكل عام يمكن انا اذا دمجتهم مع بعض جود اوكي طيب بالنسبة للدم انا يمكن هذا هو الدم اوكي استخدام تصنيع لسه ناقصني عشبة وحدة طب انا اذا استخدمته ايوه اوكي 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 والله خليني استخدمه ما بعرف شو ممكن يطلع لي بطريقي يا جماعة الضربة اللي ضربني اياها هذا كانت شوي قوية نوعا ما كان لازم ما التحم بشكل مباشر كتير كتير
يا فتاح يا عليم، كيف ما حركتنا هون بيطلع شغلة. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة. إذا باب واحد هون مزين بثلاث رؤوس، كمية الدم يا جماعة. يا فوق الله كأني كتير كتار. ودف كتار كتير يا جماعة. حرقوا الشرطي الثاني. شو هاد يا الله؟ طيب وانا شو المطلوب مني؟ ربيت امك، انا رح اروح من الطرف الثاني. طيب هو انا زتيتها يعني. اوكي القريه كلها العاده. طيب انا شلون بدي اهرب منهم؟ يعفو الله. بحسن مر. جرب اقتل هاي. اقتل 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 اقتل. اوكي. الدجاجة خايفة مني. اوكي. طيب هون. Un forastero. Here we go. خرب بيتكن. يلا يلا اقلق اصولي دمي. حتى دجاجة. يا الله لك لا. يا الله بدم. بدي مدك مدك مدك. اوكي لا يلعن. خليني اهرب. present for you. والله العظيم ما بعرف. يا متقلب لك كتار. يا عفو الله هذا اجا.
ايش الاشكال الغريبه هي؟ يا عفو الله. كله في كل مكان. ايش في هون؟ لكون ايش في؟ وين؟ نط بالعن. يلعن شرفك انت ختيار الجن. بدي بيت بدي بيت بدي بيت اتخبى فيه ما حدا يتخلي عليه. فك لك بعد. فك يا عفو الله لك مخدي. لك ما في شي كله أفن يلعن. ايش صار؟ لا كمبان. قومت للآخر يعني ايش صار؟ بقول يا جماعة مستحيل مستحيل اخلص على قرية كاملة بمش رصاص. ولا شالوني من ارضي. اوكي شايفينك بس عايفينك. طيب Where's everyone going? Bingo? فجر الكنيسة وخلصنا. يا حرام هذا خالص. ميرسي. طيب ويلكم تو ريزيدنت ايفل 4. طبعا اصدقائي الاعزاء هاي شفنا نحن مقدمة عن اللعبة كتير ممتعة لكن بنفس الوقت نبأتني باني رح تكون صعبة كتير. رح حاول قدر الامكان ناور فيها ان شاء الله. بشوفكم بالاجزاء القادمة. بتمنى منكم اصدقائي دعم المحتوى بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لحتى توصلكم اشعارات القناة. بشوفكم ان شاء الله بالجزء القادم. والصيام ان شاء الله مبارك والى اللقاء.